في سد في مفاوضات السد. المفاوضات في كينشاسا فيما يتعلق بملف سد النهضة انتهت دون تحقيق نتائج. احنا في حيطة سد في موضوع السد. وقاعد ساكت كده. امال اقف ساكت؟ طلع قرآن يا رب بسرعة. انا بقى بتابع وشايف يمكن شكل من اشكال القلق. ايوه تقلقوا وانا معاكم انا. ازاي يعني؟ طب انا لما قلقت على المية من امتى؟ تفتكروا من امتى قلقت على المية؟ خلص من 2011 ما بقتش ارتاح ولا اقدر اطمن من 2011. انا ما بضحكش، لا انا ما فيهوش ضحك. ما تقلقش يا ريس. تحديدا من 25 يناير. كان المتكلم مجنون يبقى المصطبح عاقل. لا هو في الحقيقه يعني قبل 2011 مصر كانت في جسور تعاون كبيره جدا وكانت عايزه تنمي اثيوبيا عكس ما يقال. قبل 2011 مثلا بعتنا موافقه للبنك الدولي على تمويل مشروع تنابلس. تنابلس ده سد اخر في اثيوبيا. بقول للاشقاء لو حد يقول لك ايه برضه ليه صحتهم اشقاء؟ ايوه طبعا اشقاء. بلاش ان احنا نصل لمرحله ان انت تمس نقطه ميه من مصر لان الخيارات كلها مفتوحه. انا بس في تصريح صغير عايز اوضحه لان ده مهم جدا للعالم كله. مصر ما وقفتش اسد صد النفط. مصر موافقه ماضيه وموقعه وبصمه على اعلان مبادئ ولم نعترض على حجم التخزين ولم نعترض ان يكون التخزين من مياه مصريه. ممكن اختم؟ اختم. اصل انا بحب انضم خدمه. دي ولا ايه؟ لا هي بس دي مصروفات ودي ايرادات. وقبل كل ده وده في رب مطلع على الشرفاء والامناء والمخلصين. ابو احمد يا الموقوف هو قادر على نصره. شكرا جزيلا. وذهب الفجر وطلع البدر والعصفور صوصوصوصو. جات القط قال لها بسبس قالت له ناو ناو. بس خلاص ده الموضوع. عايز اذكر حضراتكم بقضية احنا نسيناها في الشهور اللي فاتت. لما تيجي تدور كده فين سد النهضة؟ فين الكلام عنه؟ فين الاهتمام بيه؟ ما تلاقيش. الدولة والحكومة ورئيس الجمهورية باعوا النيل لاثيوبيا. وداعوا يا نيل اشوف وشك على خيرة الله. هل هنشوف حل لسد النهضة في 2021؟ هاتي ورق تاني بقى كويس. لا لسه شوية. احنا ما بنتكلمش كتير بس انا بقول للناس كلها ما حدش هيقدر ياخد نقطه ميه من مصر. اللي عايز يجرب انزلنا. بدايه اعلان الحرب. احنا في غابه. يا ابي احمد ولا يا ابي احمد انت ماشي في سكه بطاله. قسما بالله سد النهضه ده ما هياخد اكتر من 60 دقيقه ويطلع من القصه. انت هتفتح لي ايه؟ طلع يلا. اللي عافي محدش ياكل لقمته. ما انت عايزني اجيب من الاخر. يعني احنا ما يكلش علينا اللي بيحصل. خلاص بقى وبقينا هنا. اتخنقنا بقينا هنا. ونفذ الصبر. مصر دلوقتي في مرحله انت عداك العيب وازح. فلو انت خايف وقلقان ما تقعدش تتكلم كتير وتهدد حد. ما تهددش وتقول كلام ملوش لازمه. ساعه الصفر. زي ما قلت انا حتى سالوني بيقولوا لهم الرئيس كلامه كده للصبر حدود. للصبر حدود. للصبر حدود. قبل ما يحصل اي حاجه لمصر يبقى لازم انا والجيش نروح عشان حاجه تحصل لمصر. غير كده مفيش. طبعا ده كلام في الهوا. يعني واحد بيضرب بوم في فرح العمده ده واحد مش رجل دوله ولا بيتكلم كمسؤول. ده في فرح العمده كده بيضرب البوم في الهوا. يعني بلاش هري. يعني بلاش هري. اعمل ايه طيب؟ انا عندي حلف. مش ممكن 100 مليون مصري هيديروا قضية سد النهضة بصراحة. يظهر ما يسمى بجنرالات المقاهي اللي هو الناس اللي قاعدة على القهوة بقى يقول لك وهنخش من هنا وبعدين هو يروح ضاربهم كده ونتمسك هنا. شكلك فاهم يا نصر. احنا ما نقدرش نقول مين يحارب ومين ما يحاربش. فانتوا لازم تكتروا شوية استغفار عشان ربنا يحفظ لنا مية النيل. ده في جنرال ليهم النهاردة بيهددنا بيقول لك ان احنا مستعدين للحرب. طب واحنا اتكلمنا على حرب. التفاوض دي معركة طول. فانت هنا ايه؟ كفاك الله شر القتال. فكرة بقى يلا هنحارب يلا طير الطيارات ده مش قرارنا. مش قرارنا. رستخ رستخ يا عم احمد رستخ. لا يليق بينا ان احنا نقلق. بلاش النيل يشوف معاصيكم. بلاش النيل يبقى عليه ملاهي. بلاش النيل يبقى عليه معاصينا وفسادنا. يبقى نعمة ربنا بتجري وفوقيها الرأس شغال من الصباح الى المساء. ما ينفعش. بلاش هري. يعني بلاش هري. خلي حواريت كله هاتي. هي دي عادتنا في مصر ان احنا نطلع طلعه كبيره كده اهو وننزل على ما فيش.